دكتور كيندا دويدري، أخصائية أشعة تداخلية للثدي. سرطان الثدي بشكل عام بيكون نسبة ثلث كافة الأورام اللي بتصير عند السيدات. فمثلاً بال2014 كان في 760 كيس بالإمارات سرطان ثدي، بال2019 صاروا 886 كيس. للأسف النسبة عم بتزيد بكل الدنيا، بس الخبر المنيح وفاة بسرطان الثدي عم تنقص تقريباً 3%، وهذا طبعاً بسبب وسائل التشخيص الحديثة، بسبب التقنيات العلاج الحديثة. حقيقة هون بالإمارات أو بالمنطقة بشكل عام العمر أصغر من باقي الدنيا. يعني مثلاً إذا منقول متوسط عمر الإصابة بسرطان الثدي بأمريكا هو 62، بالإمارات آخر دراسات بتقول أنه هو المتوسط 48. في نسبة سرطان ثدي عند الستات الصغار من 20 للأربعين، اللي عمرهم من 20 لأربعين، تقريباً 20% من سرطان الثدي كمان سرطانات الثدي اللي بتصير بالمنطقة. يعني من كل 5 ستات في وحدة بده يكون عمرها صغير بين 20 و40. وهي للحقيقة كتير ملاحظة هون بالمنطقة، بيعملوا كتير دراسات فلقوا انه في منقلة ميتيشن او تفرة معينة عند الستات العربيات بالنسبة مختلفة عن الستات الأجانب اللي عندهم سرطان الثدي. وهلأ في دراسات عم تشتغل ليعرفوا تماما نوع هالطفرة الوراثية. هلأ إذا بدنا نلحق المؤسسات العلمية، مؤسسات الأبحاث العلمية دايماً بيأكدوا أنه 40 هو العمر المناسب للبدء بالكشف المبكر بفحوصة الماموغرام للكشف عن سرطان الثدي. وكل سنة هاي شغلة كتير متعرف عليها بين المؤسسات العلمية. هلأ طبعاً وقت بيكون عندها عمر بيكون عندها إصابة بسرطان الثدي بالعيلة لازم تبدأ أبكر، فدايماً بيقولوا نبدأ تقريباً 10 سنين أبكر من أول إصابة بالعيلة.